مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة فتح هذه الباب أو الباب الخاصة بخزان الوقود. لاحظوا هنا يتعذر فتحها. الطريقة سهلة جدا، يجب استعمال قطعة بلاستيكية، وكذلك يجب أن لا نستعمل أي أداة حديدية لكي لا تحدث لنا خدوش في هذه الأجزاء. لاحظوا الطريقة، تم فتحها بسهولة. هذه الباب يجب إصلاحها لأن هناك خلل في هذه القطعة، سنرى طريقة إصلاحه مستقبلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.